انا ما عنديش اي مشاكل مع بوسي، واللي هي عايزة اعمله لها انا يعني انت عارفه. سمع كلامك، بعد عنك زي ما انت طلبتي عشان تهدي، بتهالي كده تمام؟ لا هو ما بعدش عني عشان اهدى ولا حاجه، هو بعد عني عشان ما كانش فاضي، البي كان عنده البديل. يعني ازاي ده حصل؟ وامتى؟ هو في ايه ما تفهموني؟ لا بجد اخصى عليها. اخصى عليها هي بس؟ طب وهو ايه؟ وريني فيه ايه؟ ايه ده؟ مين بعت لك الصورة دي؟ هو ده اللي فارق معاك؟ مين بعت لي الصورة دي؟ ليه كده يا امجد؟ ليه مع أكتر واحدة صاحبتي؟ عايز تخوني خوني مع أي حد تاني، بس مع صاحبة عمري؟ قد كده عايز تدمرني نفسيا؟ خيانة ايه وتدمير ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ مفيش حاجة من دي حصلت اصلا. طيب بتدينا اي تفسير للي حصل ده؟ هيفسر يقول ايه؟ ما الصور مفسرة نفسها. طب هو مين اصلا اللي بعت لك الصور دي؟ ناس كانوا سهرانين في نفس المكان اللي البي والهانم سهرانين فيه، شافوهم وصوروهم وبعتوا لي الصور. والله ما في اي حاجة ما بيني وما بين دينا، احنا اصحاب عادي. ده انت بجح بجحة. وهو الصحاب عادي بيتصوروا كده يا امجد؟ وانت يا عمرو ايه؟ مش عايز تدافع عن صاحبك كالعاده؟ مش لما اسمع منه وافهم ايه الموضوع بالظبط؟ يا عمرو مفيش حاجه كده، ولا انا بخونها ولا دينا بتخونها، بالعكس دينا اكتر واحده عايزين نرجع لبعض، وهكلمها تسمعه بنفسها. من فضلك يا امجد ما تكلمش حد، انا لا عايز اسمعها ولا اسمعك، ولا انا اصلا طايق اشوف وشكم انتوا الاثنين. وانت يا علي ما تطلبيش مني تاني ان انا ارجع لامجد، إلا بقى لو عايزة صاحبتك تبقى مهذبة. والله العظيم ما في أي حاجة ما بيني وما بين دينا غير كل صداقة. بنخرج مع بعض، ناكل، نتفسح، نرقص، ومن المفروض إيه يعني أطق أموت عشان بوسي ترضى؟ ما على يدك اللي كنت أروح فيها قبل كده. أهي ردت أهي. أيوة دينا. بوسينا سابت كل حاجة ومسكت في صورة ليا أنا وأنتِ وإحنا بنرقص مع بعض، وبتقول لهم إن إحنا بنخونها. لو سمحتي بقى اشرحي لصاحبتها. اتفضلي. ايوه دينا، بصراحه هي متضايقه جدا جدا من الموقف ده. انا لو في مكانها كنت عملت اكتر من كده. حكاية الصورة دي يا أبو سعيد، هو فعلا في بينهم علاقة؟ لا، أنا ودينا اللي عملنا الحوار ده عشان أخلص من موضوع أمجد ده خالص. يعني مفيش حاجة بينهم وبين بعض؟ كل ده فيلم عاملاه أنت وصاحبتك؟ مش أنا قلت لك إن أنا هتصرف؟ ودينا هو اتصرفت. جات لك منين الفكرة دي؟ أنا أعمل أي حاجة عشان نعيش مبسوطين من غير ما حد يعاتبنا علينا. أنا بحبك، بحبك أوي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.